النهارده احنا في الساحل وهنطير في الجو. هيو تعمل ايه لو انت في الساحل؟ النهارده في الساحل هنطير في الجو وهنلعب في الاكوا بارك وهناكل كمان، وجايب لكم عروض وخصومات ومعانا ابن علاء الدين، فيلا بينا نشوف الحوار ده. اولا طلعنا على وندر وين عشان نطير في جو الساحل بالطيارات الميكرو لايت. انت منين يا صاحبي على الكلام ده؟ جاهز يا باشا؟ لا مش جاهز. ده انت هتكلمني هنا؟ ايوه يا كابتن. لسه ما لبست لسه. بالله عليك بالراحه يا كابتن عشان ما اعرفش اطير. الرياح عامله كام فوق؟ سامعني؟ ايوه كده سامع. جاهز يا كابتن. لا 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 الله. انا بطني قلبت بس. اللي يشوف مصر من فوق غير اللي يشوفها من تحت. عادل امام، عمارة يعقوبيان، ولا دي كانت عمارة يعقوبيان. بالله عليك طيار الشهر. اقسم بالله دولي والشباب محلي. الله يسلمك. ايه انا الطيار اللي معايا ده طلع متهور، كان بيخمس بينا وبيتشقلب في الجو برضو. انتوا كلكم مدربين مع نفس الكابتن؟ ايوه انا افتكرت، قلت خلاص كده خلصنا. حاجه فوق الخيال، بس لو الطيارين يهدوا السرعه لان فوق كده حسيت بقى ان يا باشا ده فصل الموتور. انا سامع الموتور بيفصل وراح نازل بقى ورقيته بيرفع ايده بيتشهد، قلت خلاص كده احنا يعني دي تبقى اخرتي اموت في الجو. وهتلاقي عروض لوندر وينج على الابلكيشن وفرها ب 3950 بدل 5000 جنيه، والراوند بتكون مدتها 15 دقيقه. وبعدين طلعنا على اكويا ووتر بارك، ملاهي العاب مائيه. جايب المايوه في شنطه بلاستيك. ايه في ايه في ايه في ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ انت جايب اندومي؟ انت جاي تتغدى؟ الصرف باين. وديني يا باشا باقي على الاندومي. لحمه كمان. بقول لكم في بول في ميه سخنه، عايزين نعمل اندومي بس. عايزين اخطر لعبه في العالم دي من غير عوامه. يا عم انا مقفول ليه يا عم؟ بس بالله عليك العوامه دي امانه. ها يا سلام. ثمن وعده والنبي يا ري. كفاية بقى ده كمان واحد. بخش جوه الخرج. هنروح فين يا باشا؟ احنا في اللوبي. لا 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 ايوه. سلفيت زرير. وهتلاقي لأكويا ووتر بارك عروض على الابلكيشن وفرها اليوم كامل ب 500 جنيه. بعدين رحنا عشان ناكل وطلعنا على بافلو برجر. احنا دلوقتي في الساحل الشرير. استر يا رب. بص الرمله، بص بيضة ازاي رملت محاجر. الحق بافلو عامل ايه؟ فك بالله ما تفتحش المشاكل. يلا بينا يا فنان. الراجل ده الراجل ده بتاع كوكس. بتصرف كام في الساحل؟ ايه ده؟ يا نهار اسود. الصوت فين ده؟ انا بوبي عنده يخت هنا بركبه كل يوم. كل يوم كل يوم. اه تعالى اخدك لفه.
يلا انت حافظ. مصري ولا دولار ولا يورو؟ ساعات يعني على حسب بابي مثلا بيكسل يجيب حاجات من على حسب العملة الموجودة. ايوه بما اننا ايه بقى في الساحل الشرير ولا شايف حد في مصر كلها قدامي. بابا ازيك؟ ايه الاخبار؟ خضتني يا فنان. في ايه؟ ينفع طبعا. طب هو ينفع ايه؟ ما تكونش. ايه الاخبار؟ ازاي؟ يلا بينا طبعا. الحمد لله زي الفل. الاخبار؟ يلا بينا. طب خلاص يا شبح. على فكره بقى انا بتفرج على عامل لك فويو وبتفرج على كل فيديوهات. يا استاذ ميدو الاوردر فاضل له قد ايه؟ بقى لي 3 دقايق. احنا على العموم في بلو مار. احنا انت هتقلب ولا ايه؟ ما تفكك من جو المراجيح مولد النبي ده. حبيبي يا فنان، حبيبي يا ابو الفنون، حبيبي يا ابو الفن. ادهم له بقى عشان معيش مكان. حبيبنا يا استاذ ميتو، حبيبي دوم العز. يلا نطلع بينا على البحر. يلا طبعا البحر. واحد هيقول لي ممنوع الاكل على البحر. تعليمات على الكل. انا لا كفايه باجي لا كمان واحد فاوض لا عليه. التعليمات على الكل. انا لا أربعة تاني أربعة إيه؟ تعليمات على خلاص. ده لما كان البحر أزرق. أنت سندويتش وأنا سندويتش. أنت فرايز. أيوة. وأنا فرايز. أنت كولا. أيوة. وأنا كول. جميل. أنت رزمة وأنا رزمة. أنت سندويتش. لا إدي جابوه. وبافلو برجر عاملين عروض لفروع الساحل على ابلكيشن وفرها. 2 ساندوتش من اختيارك و2 فرايز و2 كولا ب 400 جنيه بدل 550 جنيه. وكده يكون الفيديو خلص. فا اشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.